السلام عليكم خوت، فين صافا؟ بخيرين هانين. كمل شوف عنوان اليوم غنهضروا على ثلاث انواع ديال الدريات اللي ما خاصكش تجاوا انك ديرها واحد غولاسيون سيريوز انها دير واحد العلاقه اللي ما تطور من قدام ان شاء الله. هادو النوع هذا ما خاصكش تعول عليها وتبني لها واحد الامان على قدام. نبداو بالنوع الاولاني. النوع الاولاني وما دوك دخلك الدريه اللي كتلقى في واحد الفيس ديال لي بواط، كتلقاها ديما كتجي لي بواط، كتلقى والدريه ملي كتجي لي بواط انا كتمشي راه غالبا كتمشي مع الدراري. دونك هي ملي غاتجي البواط مع الدري اش غدير؟ غتصلي؟ راه مين اش غدير؟ غتشرب؟ غتسكر؟ غتفطح؟ يعني تولي فاقد الوعي ديالها. والدري ملي كديها البواط نقولو مثلا كيخلص على المرة الأولى فابور، والمرة الثانية فابور، والمرة الثالثة، دونك الدري ملي كيمشي غيخلص عليها راه ماشي فابور زعما، لا راه بواحد مقابل. وغالبا الدرية ملي كتمشي على البواط راه كتقول دارهم انا دابا شي صاحب شي. دونك هي ملي غاتجي البواط مع الدري وغتسالي من البواط، غتسالي وهي تقريبا كاو يعني فقد الوعي ديالها فين غاتجي؟ راه طبعا غاتجي مع الدري. وملي غاتجي مع الدري غاتتباش معاه، وملي غاتباش معاه راه المهم راه باين اش غادير معاه. راه بلا ما نكمل، دونك هادي راه عشيري، هادي اللي فيها الفيس غتلقاها غالبا كتجي كل مرة في السيمانة. دونك حسب نتا الشهر شحال في السيمانة، وحسب العام شحال في السيمانة. دونك هادي غير بعد عليها، إلا كنتي نتا غطيح هاد كرامتك وغتقبل دلع راسك أنك طيح هداك النيفو ديالها بغات أنت تمشي معاها البواط. النوع الأول باين. نمشيو للنوع الثاني. النوع الثاني قبل ما تصاحب معاها غتشوف دراري اخر ثلاث دراري خاصك تصاحب معاهم ثلاث الاخرانيين. اذا كانوا هذيك النوع اللي لاباس عليه فلوس طوموبيله عرف ان هذا هذيك النوع ماتيرياليست، فهمتي؟ دونك انت هي معوله انك انت تخسر على الفلوس. راه ماشي مشكل تخسر على الفلوس على صاحبتي، ولكن الا كانت كتستاهل، فهمتي؟ دونك دير في راسك انك انت ملي غتصاحب مع هذا النوع هذا تخسر عليها. غادي شي واحد من عقلك ديك ضريبه وتخليك، فهمتي؟ وهي باغا انت ترفع عليها الفلوس، تخسر عليها الفلوس، فهمتي؟ دونك هادي ماشي ما ديك النوع اللي تقدر تعول عليها ولا تبني عليها الامام هنا قدام، فهمتي؟ الا اللي كنتي انت باطي حتى لو تخسر عليها. حيت كما قلت لك غيجي واحد اللي من عقلك انت ديك ضريبه وغتخليك. هذا النوع الثاني، فهمتي؟ النوع الثالث. النوع الثالث هما دوك الدريات اللي خاصك تشوف معاهم مصاحبه. الا خاطر مصاحب عندك النوع الاولاني ديال لي بوا والنوع الثاني ما طايريش، هذا غير بعد عليها. علاش؟ واخا تقول لي مثلا تكون مصاحب معاه وان انت انا مكدير والو في ستوريات في الواتساب ولا في انستغرام، ولكن واحد منهم مكيبينش، فهمتي؟ الا كانت منهم راه باين ما منش ما شباتش، دوك هي محدة وسطهم مصاحب معاهم، اذا انت كدير بحالهم ما تقولش لي لا زعما راه معاهم هي زعما راه مزيان وخا صاحبتي انا كدير هكا راه ما نديرش هكا، لا راه باينه، فهمتي؟ من حد عندي صاحبتي مثلا كتجي لبوا وصاحبتي مطيريش، اذا انت راه ما شبتش، اذا انت كدير بحالهم. دونك خوتي ثلاث نوع باينين كما قلت لكم، النوع اللي صحاب لي بوا هادي ما عندك ما دير بها، والنوع الثاني مطيريش الا كنتي انت غطيح كرامتك وتقبل الدل، طيح الدل انك صرف عليهم. ولكن كما قلت لك هاد النوع هادو ماشي ديال غولاسيون سيريوس، هادو ماشي ان ديال واحد الدريه اللي غتبني معاها واحد العلاقه دري ان غطول معاها انا قدام، لا هادو واخا تكون تصاحب معاهم عرف انها تقدر تقول لك هي راه مثلا في دارهم مع صاحبتها، هي ماشي صاحب اخر، فهمتي؟ راه كديها البواط المهم خاف تريك تبوط راه معروفين. ولكن طبعا كاين واحد النوع تبارك الله ما شاء الله بنات الناس بنات ديورهم بنات الاصل، هاد النوع هذا اللي كتكون معاك طريق نيشان، هادي الى لقيتيها ما ديرها لا تكون مع ود الناس، فهمتي؟ انا ماشي دوينا على الدريات راه فهمتي، انت راك عارف وانا عارف، فهمتي؟ انت نهار تلاقى بشي بنت الناس كون مع ود الناس، بغاتك بغيها
ومع تعرف تلقى بنت الناس تلقى في داكشي اللي باغي تلقى هي تلقى في داكشي اللي باغي انت ما دير لها لها دوز واحد المده قصيره ما تكذب عليها ما تفلى عليها قصد دارهم ليش المهم خوت جات نوض وانا عليهم راهم باينين خوت تلقاو فيديو جاي بيس السلام عليكم.